السلام عليكم، ازيكم يا باشمهندسين؟ يا رب دايما تكونوا بخير. معاكم مهندس اسلام فوزي، والنهارده هنكمل الكورس بتاعنا بتاع كلاس الكنترول، واللي خدنا فيه الحلقه اللي فاتت عكس حركه موتور، عكس حركه موتور 3 فيز باستخدام 2 كونتاكتور وعن طريق مانيوال بوش بوتون، او يعني اللي انا بعكس الحركه باللي انا بضغط على بريس ستارت للاتجاه الفورورد وبريس ستارت لاتجاه الريفرس. طيب النهارده هنعمل ايه؟ النهارده هنعمل دايره تعديل او دايره عكس حركه بس باستخدام تايمر اون ديلي. تايمر اون ديلي اللي هو تاخير الايه؟ التشغيل. الاون ديلي تاخير التشغيل. يعني ايه تاخير التشغيل؟ يعني لما اشاره التشغيل تيجي للتايمر يعمل لها تاخير، وبعد كده هو عن طريق الكونتاكتور بتاعته هو او الكونتاكت النقط الكونتاكت بتاعته هو اللي داخله في داخل الداخليه جوه التايمر نفسه، هي اللي بتعكس الوضع بتاعها وتبدا تغير الاشاره زي ما هنشوف دلوقتي. طبعا احنا شرحنا التايمرز قبل كده، فيا ريت اللي ما اتفرجش على الحلقات اللي قبل كده يرجع يتفرج عليها تاني عشان يقدر يستفيد معانا ويقدر يتابع معانا الكورس بتاعنا. طيب نتكلم اول حاجه على الدايره اللي على اتجاه اليمين اللي هي دايره الباور. دايره الباور بتبقى عباره قلنا عن 3 فيز، لان الموتور بتاعي الحمل بتاعي عايز يشتغل، ده محتاج 3 فيز. تمام، وبنبدا نحط السيركت بريكر بتاعي، وبعد كده ببدا احط الايه الكونتاكتور بتاع الفورورد ودوت الكونتاكتور بتاع الريفرس. طبعا الكهرباء هتخلى هنا، هي نفس الترتيب الفيزات، بدخل هنا تمام، بتنزل فيزات زي ما هي على الاوفر لود وبعد كده على الموتور. لو من الكونتاكتور عكس الحركه بيبدا بثبت فيزا واحده اللي هي رقم 2 واعكس الفيزا الاولانيه مع الثالثه، يعني بحط الثالثه تمام في الاولانيه واحط الاولانيه في ايه في الثالثه، فبتبدا تعكس الحركه معايا. تمام، ادي دي بالنسبه لدايره الباور. طيب دايره الايه؟ دايره الكنترول. دايره الكنترول معايا متكونه من طبعا هنا في اجزاء ناقصه هنقول عليها دلوقتي. ايه هي؟ احنا المفروض في دايره الكنترول معايا يبقى عندي هنا تمام مفتاح. لو جينا هنا احنا شغالين في الاي في الالكترونيك اي سي، ده اللي هو الستاندر بتاعنا، لان في النيمه وفي الاي سي، فاحنا شغالين على الاي سي. باجي في البروتكشن هنا واختار الايه السيركت بريكر بتاعي، هو سيركت بريكر اجيبه واحطه هنا تمام. ممكن اعمل له روتيت هنا عشان خاطر الشكل يبقى واضح معانا. تاني حاجة هجيب نقطة من الاوفرلود، نقطة من ايه؟ من الاوفرلود بتاعي تمام. النقطة اللي هي تبقى من F1 تمام، ودي نقطة مقفولة، نقطة مقفولة هغيرها اعملها نقطة مقفولة تمام، اللي هي خمسة وتسعين وستة وتسعين تمام، وبرضو هوصلها عشان اوصلها هنا وتبقى ظاهره معايا في السيميوليشن.
وابدأ بعد كده اخد منها الباور بتاعها واوصلها هنا على الدخل معايا. طيب نرجع تاني نعمل السيميوليشن بتاعنا اهو، ادي عندي السيركت بريكر ده هقفله كده، الكهرباء بتاعتي اعمل زوم اوت، وادي هوصل اعمل السيركت بريكر بتاع الاساسي بتاعي اللي في دايره الباور. تمام، ادي عندي هنا لما نيجي نشرح الدايره ديت، ادي مفتاح ستوب اللي هو بيبقى نورمال كلوز، مفتاح ستارت. تمام، الكي ام واحد ده نقطه لاتش، نقطه مفتوحه من الكونتاكتور الاولاني اللي هو بتاع اتجاه الفورورد. التي 2 دي نقطة مفتوحة من التايمر الاون ديلي، التايمر التاني الاون ديلي هنعرف فايدتها ايه دلوقتي. ننزل تحت التي واحد نورمال كلوز، نقطة مقفولة من التايمر النورمال اوبن، التايمر الاون ديلي اللي هو اول واحد اللي هو ده. وادي ده عند الكونتاكتور الاولاني الريلي بتاعه او الكويل بتاعه الملف بتاعه. طيب نيجي على الجزء ده الكويل او الملف بتاع الكونتاكتور بتاع اتجاه الريفرس او عكس الحركة. لما يوصل له كهرباء الكونتاكتور الكي ام 3 ده هيشد ويبدا يعكس لي حركه الموتور. طيب التي 2 ده تايمر اون ديلي، تايمر اون ديلي. التي 1 دي نقطه مفتوحه اللي هي فوق دي، تي 1 نقطه مفتوحه من التايمر ده الاون ديلي التايمر الاولاني. كي ام 3 دي نقطه مفتوحه من الكونتاكتور الثاني اللي هو الريفرس. وهنا التي 1 تي 2 دي نقطة مقفولة من التايمر تي 2. طيب هنيجي نفهم ايه اللي بيحصل دلوقتي. لو جينا ندوس هنا ستارت، ايه اللي هيحصل؟ الكهرباء، يبقى انا قفلت سكة الكهرباء اللي واصلة لهنا، الكونتاكتور ده هيشتغل. تمام، لما الكونتاكتور ده يشتغل ايه اللي هيحصل؟ النقط بتاعته اي حاجة كي ام واحد هتقفل او هتغير الوضع بتاعها، يبقى دي النقطة دي هتقفل عشان تحافظ على اللاتش. بعد ما اشيل دي من على مفتاح الستارت، دي هتفضل هي اللي موصلة الكهرباء. حلو قوي، بعد كده الكهرباء هتفضل واصله، فالتايمر ده اون ديلي، فالاشاره وصلت له، هيعمل تاخير بالزمن اللي هو مظبوط عليه ماشي، اللي هو مثلا 10 ثواني او 15 ثانيه حسب ما احنا ظابطينه في البرنامج. ويبدا اي حاجه نقط تبعه اللي هي تي 1 دي هتغير الوضع بتاعها بعد ال 15 ثانيه، هلاقي دي غيرت وضعها فتحت، فبالتالي هتفصل لي الكهرباء عن الكونتاكتور الاولاني. والتي 1 دي هلاقيها قفلت، يبقى دي هتفتح دي هتقفل. فلما طيب الكهرباء واصله لي لغايه هنا، فلما دي تقفل الكونتاكتور التاني بتاع الريفرس عكس الحركه ده ايه؟ هيشتغل. تمام، لما يشتغل ايه اللي هيحصل؟ هلاقي انه هو عمل لي لاتش، غير لي النقط بتاعته، فكي ام 3 دي بقت هي اللي موصله الكهرباء. طيب تمام، التايمر ده برضو جاله كهرباء فهيشتغل. بعد وطايم هيغير الوضع بتاعه، تلاقي نقطة اتنين دي فتحت، فلما تفتح هتمنع الكهرباء عن الكيت كي ام 3. وهنا في تي 2 برضه هتفتح توصل، هترجع توصل لي تاني الاتجاه الفورورد. يبقى انا عندي هنا ايه اللي هيحصل؟ ان انا عندي هيشتغل شويه في الاتجاه الفورورد وبعد كده يقف، وبعد كده يشتغل، يبقى يشتغل في اتجاه الريفرس، وبعد كده بعد تايم يشتغل تاني في اتجاه الفورورد. نشوف الكلام ده، نشوف الكلام ده، ادي اهو لما دوست اشتغل الكي ام 1. لو جيت بصيت هنا على الموتور اهو، الموتور ايه؟ شغال في اتجاه الفورورد، والكي ام 1 هو شغال. تمام، بعد تايم لو جيت خليك باصص هنا كده هتلاقي النقطه تي 1 دي عن طريق التايمر ده فتحت اهي، فتحت. تمام، ايه اللي حصل لما فتحت؟ دي كمان قفلت معاها، فبالتالي وصلت كهربا لمين؟ للكونتاكتور. الكونتاكتور لما شد قفل النقطه دي، ففضل موصل اهو وملف في الاتجاه العكس لانه شغال للكي ام 3. طبعا التايمر ده كان اشتغل معايا. طيب هنيجي نزود الوقت شويه هنا عشان خاطر نلاحظ العمليه دي شغاله ازاي. هنقول مثلا ده بدل 15 ثانيه مثلا خليه مثلا 20 ثانيه. وده
ماشي، خليه هو كمان ايه 20 ثانية عشان نلاحظ التغيير معاه. طيب هنيجي نشغل كده السيميوليشن معانا، هنقفل مفتاح السيركت بريكر ده وهنقفل ده. تمام، هنشغل مفتاح الستارت كده اهوت. الكونتاكتور الاولاني اشتغل معايا اهوت في دايره الباور، قفل والموتور شغال اتجاه الفورورد كده. التايمر ده بيعد، قلنا هنلاحظ النقطه دي. طب خلينا بقى ملاحظين النقطه الثانيه اللي هي عشان هنشغل الكونتاكتور الريفرس، مفتوحه اهي. بص بعد التايمر 20 ثانيه هتلاقيها قفلت. بص كده ركز، ايوه قفلت اهي وايه شغلت لي ده. لما ده اشتغل الكي ام 3 دي اللي هي النقطه الايه اللاتش بتاعت ايه لاتش، هي اللي دلوقتي موصله لي الكهرباء لايه للكونتاكتور. طيب ده دلوقتي التايمر ده بيعد، هلاحظ اللي هو الدي 3 ده عند النقطتين دول هتفتح، دي هتفتح ودي هتقفل. فلما تفتح تمنع الكهرباء هنا لكن هتوصل لي هنا اهي، فرجعت لي تاني اللي هو شغال في الاتجاه الفورورد. نتفرج كده عليها مع بعض. ده ادي الشغل بتاعها هو. نبص هنا على الاتنين تايمر دول وعلى حركة الموتور معايا. اهو ده هنا، ده طبعا بيبدأ يمشي في الاتجاه الريفرس. بعد 20 ثانية هيبدأ يرجع تاني في الاتجاه الفورورد. طبعا هنعمل حاجة دلوقتي بعد ما نشوف اللي هو رجع في الاتجاه الفورورد، هنشوف النقطة بتاعت الاوفرلود دي احنا حاطينها ليه. لازم النقطة دي تبقى موجودة عشان تحميلك الدايرة بتاعتك لو حصل اي اوفرلود في الموتور. يعني هنيجي نقف هنا كده تمام، ونعمل شورت سيركت على الاطراف الموتور اكن حصل اوفرلود معايا اهو. نشغل، ولما اشغل بقى الموتور هنا ادوس ستارت اهي، هلاقي النقطة فتحت بتاعت الاوفر لود. وخدت بالك السيركت بريكر فتح عشان تسحب منه طيار زيادة، والنقطة بتاعت الاوفر لود فتحت عشان تحميلي الدايرة بتاعتي اللي هي تمام 95 و96. تمام كده تمام. اتمنى تكونوا استفدتوا، واتمنى تعملوا سبسكرايب وشير. ولو اي حد عنده سؤال يكتب لنا في الكومنتات يا جماعة عشان نجاوب على اسئلتكم. ولو في اي حاجة انتم محتاجينها نقدر نفيدكم بيها. شكرا لكم.